فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم لابن تيميه. ولو شاء الله كرر سبحانه وتعالى ليؤكد ان ما يقع في هذا الكون من خير او شر انه بم... ب... بإراده الله ومشيئته وانه بقضائه وقدره وانه لا يقدر الا ما فيه الحكمه وهو الحكيم الذي يضع الامور موضوع. في مواضعها.